خرج أهل زمالكا وهم جزء من الغوطة الشرقية في مظاهرة، نعم نقول نعم لوقف إطلاق النار، ولكن نريد من إخوتنا في الغوطة الغربية والشرقية وجميع أنحاء القطر أن لا يستريحوا، فهي استراحة مقاتل، وعلى المقاتل أن يجهز نفسه ويضع يده على الزناد. فلقد تعلمنا من خلال ثورتنا 6 سنوات أن لهذا النظام لا عهد لا للمجوس ولا لحزب الله ولا لبشار أسد. أحلاها الحرية، أبدوا بعسيين الأسد فهم الشرعية مع الرقائبية. اليوم مظاهرات كانت تكون حاجة على مستوى الغوطة الشرقية، بصراحة نحن قدام اختبار كتير قوي لحتى نوصل للعالم واجمع انه نحن ثورتنا ثورة سلمية. حاول العالم يشتت الوسائل حيد عن مسار الاساس طلعت فيه بالاساس، لكن نحن اليوم في مرحلة اثبات انه هي ثورة سلمية وهي ثورة شعب، ليست حرب اهلية وليست عصابات ارهابية تقاتل في سوريا، انما ثورة كرامة، ثورة حرية، ثورة شعب باكمل.